السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. قبل البداية لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الحديث حول بعض الأخبار التي جاءتنا من الخارج وبعض التصريحات التي جاءت من مدربين كبار. فبعد تصريح تاع المدرب الألماني اللي تحدث عن الفريق الوطني الجزائري، يقال أنه فريق كبير بلاعبين كبار وبطريقة كبيرة جدا، ويعد من أحسن الفرق حاليا في العالم من ناحية التعداد ومن ناحية الكرة التي ينتهجها الفريق الوطني الجزائري. اليوم جاء أيضا تصريح من دوس سانتوس مدرب البرتغال اللي أشاد بالفريق الوطني الجزائري وأشاد بجمال بلماضي الناخب الوطني الجزائري، وقال فعلا الجزائر تعتبر أحسن من عدة فرق أوروبية. قال أنا نديرها في ما بين الفرق الأوروبية الكبرى، وقال عندها فريق مستوى عالي ومدرب من مستوى عالي. قال تبعتهم في عدة لقاءات وقال شفتهم يلعبون بطريقة جد ممنهجة وبطريقة تكتيكية كبيرة جدا. قال حتى أنه في بعض اللقاءات شفنا أنه الفريق الوطني الجزائري يغير التكتيك نتاعه في اللقاء الواحد، وشي يعني أبهرني جدا. هذا تصريح تاع المدرب البرتغالي يزيدنا تحفيزا ويزيدنا قوة إلى قوة. هذا تصريحات ما رحش تثنينا على العمل، بل هي تصريحات اللي رايحة تزيد لنا الإرادة ونزيد نمشي إلى الأمام. هكذا لما يتكلم بالماضي ولما يتكلموا بعض المحللين وبعض الاختصاصيين ويقول لك عندنا فريق كبير، البعض يقول لك لا، يقول لك عندنا فريق ولكن على مستوى إفريقيا إلى آخره. لا، لازم نمنوا بالقدرات نتاعنا ولازم نديروا الثقة في أنفسنا ونكملوا نكمل المشوار ونكمل الطريقة التي بدأنا بها منذ كأس أمم إفريقيا السابقة التي فازت بها الجزائر في مصر وقبلها في التحضيرات وفي التصفيات. إذن شيء جميل جدا أنك تسمع أخبار من هاد المدربين، ومدرب كبير جدا مدرب البرتغال أو المدرب الألماني. فيما يخص لاعبينا، أنتم عارفين أنه ماندي العقد تاعو انتهى ولم يجدد بعد مع بيتيس، وفي اتصالات جد متقدمة مع فريق انتر دو ميلان. انتر دو ميلان يريد عيسى ماندي، المشاورات راهي تمشي، وحنا ماذا نريد؟ نريد لعيسى ماندي للمستوى نتاعو ارتفع كثيرا، ونقدر نقول حتى انه صار مستواه اكبر من ريال بيتيس. وذلك لما اللاعب المستوى نتاعو يكبر عليه ان يجد فريقا من مستواه ومن حجمه، وباش يطور القدرات نتاعو ويطور كذلك
إمكانياته المادية، لأنه بدون إمكانيات مادية ما نقدروش نستمر. الإمكانيات المادية مهمة، ومهمة جدا في حياة اللاعب، لأنه حياة اللاعب ليست طويلة. الكارير دان جوار ماشي كما وحده ويعمل عامل، الكارير دان جوار يلحق سن معين يتوقف. وذلك كنت منه لعيسى ماندي أنه يروح الفريق كبير، لأنه يستهل، وخاصة قلت إحنا إن شاء الله على أبواب تصفيات كأس العالم، وإن شاء الله لكأس العالم في قطر سنتواجد هنالك. في لاعبين آخرين كما بالناصر، إسماعيل بالناصر، فريق ميلان بقيادة مالديني يريد تغيير العقد، وخاصة الشرط الجزائي، حتى يستفيد الفريق من بيع بالناصر، وكذلك بالناصر يستفيد من عقد جديد، عقد جديد اللي يزيد في الأجرة نتاعو والعلاوات نتاعو، ويستهل، لأنه أصبح في ليشيكي تاع ميلان سي انديسكوتابل، انديسكوتابل. صار يعني لما يلعب بالناصر الفريق كله يستقر، ولما يغيب بالناصر الفريق كله يتهلهل. ولذلك بعد دخوله في المدة الأخيرة بيولي أشاد به، وكذلك ميلان، وكم شفتوا بيولي كيفاش في اتصال معه بالماضي ويتبع فيه وخايف عليه، خايفه على الإصابة، خايف على الإصابة. ولكن ما تخممش يا بيولي، بالماضي يحتاجوا بالك أكثر منك، فريق الوطني الجزائري يحتاجوا ممكن أكثر منك، حتى بالماضي عرف وقتاش يلعبوا كيفاش يلعبوا، وخرجوا في الوقت المناسب لما بدأت حرارة اللقاء. بالماضي غير بالناصر حتى يعود إلى فريق ميلان معافى، سليما ومعافى. وبالماضي في التصريح نتاعو قال ما نحبش يجوني اللاعبين للمنتخب ويرجعوا مصابين، إشارة إلى رشيد غزال. قال الحمد لله للإصابة إصابة خفيفة، قال ما نحبش يجوا المنتخب ويروحوا مصابين. بالماضي لا يريد ذلك، ونحن كذلك لا نريد ذلك، والجمهور الرياضي الجزائري والمناصرين تاع الفريق الوطني كذلك لا يحبون أن يعود اللاعب الجزائري وهو مصاب. رياض محرز في أحسن حلة وفي أيامه الجميلة، ممكن راح ينيغوسي أيضا المستقبل نتاعو مع مانشستر سيتي من مكان تاع قوة. لماذا؟ لأن أغويرو رسميا سيغادر مانشستر سيتي، ومحرز في اتصالات مع ريال مدريد، وريال مدريد فعلا تريد محرز بأي ثمن، ولذلك مانشستر سيتي وغوارديولا متمسك برياض محرز. رياض راك بكل قوة نيغوسي وفرض شروطك باش تكون بقوة مع مانشستر سيتي، وتشوف المستقبل تاعك مع المناجر نتاعك، هل هو مستقبلك في مانشستر سيتي ام في ريال مدريد؟ انت ادرى بهذا. اذا هذا هو الشيء اللي جيناكم من اجله اليوم، الحديث عن الفريق الوطني الجزائري، الحديث عن بعض اللاعبين، وكذا عن القرعة اللي راح تكون قرعة كأس أمم إفريقيا. في انتظار كل ذلك سنلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله. هذا زهير عاشور يحييكم، إلى الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام.